المؤتمر هذا يعتبر المؤتمر الأول للمدن الذكية، الابتكار المتقدم في المدن الذكية. قامت جي اي سي كلية جدة العالمية بالإعداد لهذا المؤتمر مع منظمة أو معهد الاي تريبل اي العالمي، وهو معهد عالمي بيركز على موضوع الأبحاث العلمية. المؤتمر كان بيركز على 4 محاور أساسية. المحور الأول اللي هو محور الذكاء الاصطناعي، المحور الثاني اللي هو محور الأمن السبراني، المحور الثالث اللي هو محور الانترنت اوف ثينج أو انترنت الأشياء، والمحور الرابع اللي هو كان المحور السمارت سيتي وما يعادل اللي هو من المشين ليرنينج والسمارت جريد وهكذا. اليوم احنا نتكلم عن مشروع فكرته ايش، انه القيادة في المستقبل اللي يتكلم عن القيادة الذكية والسيارات الذكية بشكل عام والمخاطر اللي ممكن تجي منها. الهدف حقنا انه نوعي الاشخاص اللي ما عندهم خلفية فيها عن المخاطر السبرانية اللي تضر السيارات دي، بحيث انه نحاكي سيارة RC راح ندربها على القيادة الذاتية، تكون ماشية في تراك وتسوق نفسها بنفسها وكل شيء. ومنها حنستخدم أبليكيشن اللي راح يحاكي الهجمات هذه اللي تصير على السيارة، وفي نفس الوقت نطور برنامج يحمي السيارة هذه من الهجمات السبرانية اللي راح نشرحها. بالنسبة لمشروعنا حاولنا نجمع المستشفيات والعيادات كحكومية وخاصة في أبليكيشن واحد، على أساس سهل للمرضى إنه يقدر يبحثوا مثلاً عن المستشفيات القريبة منهم، العيادات القريبة، يقدر يبحثوا مثلاً بأسامي الدكاترة، يقدر يبحثوا مثلاً بالتخصصات حق الدكاترة والتخصصات، مثلاً صار لا قدر الله ظرف آخر الليل في مكان أنا جديد فيه، أقدر مثلاً أعرف إيش المستشفى وهل فيها تخصص ذا ولا لا. فهذا حتسهل على المرضى إنه من ناحية البحث وتوفير للوقت. بعد ما اختار مثلاً مستشفى التخصص الدكتور، في أسئلة حنخليها في الابليكيشن بعد ما يحجز الموعد، على أساس إنه يجاوب عليها تخفف وقت الانتظار بينهم وبين الدكاترة، إنه في أسئلة روتينية الدكاترة يسألوها، فهذا حتخفف يعني وقت الانتظار. بعد ما يخلصوا خلاص جت الأجوبة للدكتور، حيجاوب يشوفها بناء عليها حيعرف، يعني حتسهل التشخيص، وبعدها حتجي اللي هي الروشتة البيشنت في الابليكيشن، وخلاص من الصيدلية يقدر ياخذ الوصفة. المشروع حقنا اسمه Security Sense. دوره حيكون عندنا داتا سنتر في الشركات، دائما بتكون فيه مشاكل، فيه من المشاكل اللي بتصير دائما لما بيكون فيه حريق او فيه unauthorized access بيصير، فيه بيجي للأدمن متأخر انه هو ما بيعرف يتصرف بدري. فاحنا عملنا جهاز، الجهاز هذا حنربطه بالسموك ديتكشن، بحيث اذا صار اي حاجة في الداتا سنتر حيبلغ الأدمن على طول انه اتخذ الاجراءات بسرعة. عندنا كمان هذا الابليكيشن عاملينه، هذا حيكون يفيد الادمن بحيث خارج اوقات الدوام يقدر انه هو يشوف حتى لو كان برا الشركه اذا صار اي حاجه يقدر يعرفها. وعندنا كاميرا كمان عاملينها، اي شخص حاول انه هو يدخل الداتا سنتر هو مو متعرف ليه انه هو يدخل الداتا سنتر، حيروح يبلغ كمان الادمن بهذا الشيء. المؤتمر وصل فيه، تقدمت يمكن حوالي الآن الأوراق المقبولة أكثر من 100 ورقة علمية تم نشرها في البروسيدنج الخاص بالمؤتمر، ركزت على هذه المحاور الأربعة ومحاور أخرى لها علاقة بالمدن الذكية.